كنتش ناوي اعمل الفيديو ده، بس انا واخده ان انتوا حاولتوا المجني عليه الجاني. مين اداكوا الحق اصلا ان انتوا تشتموا فيا؟ تعرف ايه عن حياتي؟ تعرف ان انا شغاله شغلانتين؟ تعرف ان انا شغاله في شركه وبخلص الساعه 6:30 وبنام ساعتين علشان اعرف ارسم لحد الصبح؟ مين اداك الحق اصلا؟ ما عنديش مانع ان انت تختلف معايا في وجهه النظر، مش هجري ورا كل واحد وافضل اقنعه، رايك كنت حر فيه، بس مالكش دعوه بسمعتي ولا شرفي. عاهره ليه؟ عاهره ان شاء الله ليه؟ وبنات اللي شايفه ان في مش مستاهله اللي انت تصوري في... لا مستاهله، احنا كلنا بنتعرض للكلام ده كل يوم، كلنا بنتعاكس. يعني هو ايه ده؟ احنا وصلنا لمرحله ان هو ده بقى طبيعي واحنا بنتاقلم على ده؟ والولاد هو في ايه؟ عمل ايه يعني علشان يطلب كافي؟ عمل ايه؟ مش معنى اللي انتوا بتعملوا كل يوم ده وبتتحرشوا وبتشتموا وبتعاكسوا ان ان هو ده بقى عادي وطبيعي ان اي حد يكلم اي حد ويشرب معاه كافي في ايه؟ في بجد؟ انا كنت متوقعه ان كل ده هيحصل عشان احنا في مجتمع ذكوري، اي حاجه بتحصل للبنت بيعكسها تماما انها غلط. ايه اللي موقفك في الشارع؟ في ايه؟ انا حره اقف في الشارع زي ما انا عايزه، هو الشارع ده للواد بس ولا ايه؟ انا عايزه اوضح حاجه كمان، انا ما عملتش على فكره ريموف للفيديو بتاع الراجل المتصابي اللي كان لابس تيشرت ابيض بتاع شارع الحبوب، هما اللي عملوا ريبورت ومسحوه. وطبعا الناس عارفه لما حد بيعمل ريبورت انا ما بقدرش اعمل اي بوست اوضح ده، ولا اعمل كومنت، ولا حتى ارد على مسجز ولا اي حاجه، عشان الناس اللي فاكره ان انا سايبه ده ومركزه مع التاني. انتوا اللي مركزين على فكره مع الشخص الاولاني بتاع اوندران، انتوا اللي عجبكم قوي الاكسن بتاعكم وبتاعت اوندران، وانتوا اللي شعب تافه وبتركزوا في حاجات علشان تضحكوا عليها. سبتوا ده غلط ومش قد غلط التاني، بس الاتنين غلطانين. وعلى فكرة انا الفيسبوك بتاعي اتعملوا هاك، مش يعني كل ده فيك اكاونتس، تمام؟ عايزة اتكلم حاجة على صالح جمعة، اقسم بالله العلي العظيم انا ولا اعرف مين صالح جمعة ولا شكله ايه، واقسم ولا اعرف اصلا هو اصلا لعيب، والله العظيم ما اعرفه. ازاي احنا شعب وحتى لو عرفه بس ايه المشكلة؟ بقيت عاهرة علشان بسأل على واحد اسمه صالح جمعة؟